بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد. ثم شرح قول الشارح، وهذا في الحقيقة إيراد. فإن قيل لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم مجازا في النظم المؤلف لصح نفيه عنه بأن يقال ليس النظم المنزل المعجز المفصل إلى السور والآيات كلام الله تعالى والإجماع ولا خلافه، وأيضا المعجز المتحدى به هو كلام الله تعالى حقيقة مع القطع بأن ذلك إنما يتصور في النظم المؤلف المفصل إلى السور، إذ لا معنى لمعارضة الصفة القديمة. نعم، هذا إيراد على البيان السابق من أن للقرآن إطلاقين، إطلاق حقيقي وإطلاق مجازي. الإطلاق الحقيقي ما هو؟ يراد به كلام الله القديم. المجازي يراد به هذا يعني هذه الألفاظ المنطوقة أو المخيلة أو الأشكال المنقوشة، هذا دال وذاك مدلول، يعني سمي الدال باسم المدلول، هذا هو المجاز. سمي اسم الدال، سمي الدال باسم المدلول هكذا. فإذا إيراد هذا، فإن قيل لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم مجازا في النظم المؤلف لصح نفيه عنه. صح نفيه يعني نفي كلام الله تعالى عنه، يعني عن النظم المؤلف، عنه يعني عن النظم المؤلف. فإذا يقال النظم المؤلف ليس كلام الله، يعني مثلا هذا المكتوب في المصاحف ليس كلام الله، وكذلك هذا المسموع والمقروء ليس كلام الله، هكذا يقتضي هذا البيان. هذا النفي كيف؟ بأن يقال، هذا تصوير للنفي، بأن يقال ليس النظم المنزل المعجز المفصل إلى الصور والآيات كلام الله تعالى والإجماع ولا خلافه، لا يصح هذا النفي، لكن هذا البيان السابق يقتضيه. كذلك إيراد آخر، وأيضا المعجز المتحدى به هو كلام الله حقيقة، يعني تحدى القرآن بأن يأتي بمثله، وهذا المتحدى به كلام الله حقيقة مع القطع بأن ذلك إنما يتصور، يعني هذا التحدي يتصور في النظم المؤلف المفصل إلى السور إلى السور، إذ لا معنى لمعارضة الصفة القديمة، يعني لا يتحدى بأن يأتي بصفة قديمة، أو لا يتحدى بأن يؤتى بمثل صفة قديمة، هذا ليس بممكن ولا بمتصور ولا بمعقول. فإذا التحدي وقع بهذا النظم المؤلف. فإذا هذان يعني أمران، هذان الحكمان ماذا يقتضيان؟ أن القرآن هو هذا الحديث، ليس كلام الله القديم. نعم، قلنا التحقيق أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم وبين اللفظي الحادث المؤلف من السور والآيات، يعني هذا المورد، هذا الإشكال. صاحب القيل والإيراد ماذا قال؟ هو قال أن كلام الله تعالى له إطلاقان، أحدهما حقيقة والآخر مجاز، ليس كذلك، هكذا قال بعض العلماء، لكن التحقيق فيه أن القرآن هو اسم مشترك. لو كان مشترك لا يصح هذا النفي، كذلك لو كان مشترك يكون هذا
كلام الله تعالى حقيقة، يعني المتحدى به أيضا يكون كلام الله تعالى حقيقة، يعني لا يكون مجازا. نعم، التحقيق أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم. فإذا عندما يقال كلام الله، ما معنى الإضافة في هذا الإطلاق؟ ومعنى الإضافة كونه صفة له تعالى. كلام الله يعني كلام هي صفة لله تعالى قائمة بذاته هكذا. وبين اللفظي الحادث المؤلف بين السور والآيات، هذا يعطف على قوله بين الكلام، فإذا مشترك بين الكلام وبين اللفظي هكذا. إذا عندما يطلق هذا الإطلاق الثاني، فماذا معنى الإضافة في كلام الله تعالى؟ ومعنى الإضافة أنه مخلوق الله تعالى، يعني كلام الله يعني مخلوق الله تعالى. هذه الأشكال المنقوشة الموجودة بين دفتي المصاحف، كذلك الموجود في لسان القارئ، كذلك الموجود في ذهن الحافظ، ما هو خلق لله تعالى، ليس من تأليفات المخلوقين. هذا معنى كلام الله. فلا يصح النفي أصلا، ولا يكون الإعجاز والتحدي إلا بقى في كلام الله تعالى. في كلام الله تعالى يعني بالمعنى الثاني، ليس بالمعنى الأولي، بل بالمعنى الثاني يكون بكلام الله تعالى حقيقة. ثم وما وقع في عبارة بعض المشايخ من أنه مجاز، يعني الشارح قال قلنا التحقيق أن كلام الله تعالى اسم مشترك، فإذا إيراد آخر ليس كذلك، بل وقع في بعض كلام في عبارة وكلام بعض المشايخ أنه حقيقة ومجاز، أن إطلاقين للقرآن أحدهما حقيقة والآخر مجاز، يعني إطلاق القرآن على هذا النظم المؤلف إطلاق مجازي، هكذا ذكر بعض المشايخ. فإذا يجيب عن هذا، ما وقع في عبارة بعض المشايخ من أنه مجاز فليس معناه أنه غير موضوع للنظم المؤلف، بل معناه أن الكلام في التحقيق وبالذات اسم للمعنى القائم بالنفس، وتسمية اللفظ به ووضعه لذلك إنما هو باعتبار دلالته على المعنى، فلا نزاع لهم في الوضع والتسمية. هذا الذي أرادوه، يعني لم يريدوا بقولهم إنه مجاز أنه غير موضوع للنظم المؤلف، بل هذا إطلاق مجاز باعتبار العلاقة، ليس ذاك مرادهم، بل مرادهم أن كلام الله تعالى وأن القرآن في التحقيق وبالذات اسم للمعنى، يعني القائم بنفس الله بذات الله تعالى، هذا الأزلي يعني الكلام القديم. ثم سمي هذا الكلام يعني المؤلف، كيف سمي؟ باسم هذا المدلول سمي، لكن هذه التسمية بعلاقة، الوضع بعلاقة، فإذا صار مشتركا، يعني هذا ليس مثل تسمية أو وضع الأعلام الارتجالية، بل هذا مثل تسمية الأعلام غير ارتجالية، يعني باعتبار مناسبة يسمى الشيء باسم، وهذا من ذلك القسم، هذا الذي أرادوه. نعم، بالنفس وتسمية اللفظ به ووضعه لذلك إنما هو باعتبار دلالته على المعنى، فلا نزاع لهم في الوضع والتسمية. نعم، فلا نزاع لهم، يعني لبعض المشايخ ليس لهم نزاع ولا خلاف لما ذكره الشارح من أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي وبين اللفظي الحادث. ثم وذهب بعض المحققين إلى أن المعنى في قول مشايخنا كلام الله معنى قديم،
ليس في مقابلة اللفظ حتى يراد به مدلول اللفظ ومفهومه، بل في مقابلة العين، والمراد به ما لا يقوم بذاته كسائر الصفات. ومرادهم أن القرآن اسم لللفظ والمعنى شامل لهما وهو قديم، لا كما زعمت الحنابلة من قدم النظم المؤلف المرتب. يعني هذا جواب آخر. جواب آخر: أما وقع في عبارة بعض المشايخ من أنه مجاز، فإذا أجاب الشارع أولا بجواب هذا، جواب شاف مقنع. ثم عند بعض المحققين تأويل لما وقع في كلام بعض المشايخ من أنه مجاز، هذا جواب آخر. وذهب بعض المحققين إلى أن المعنى في قول مشايخنا كلام الله معنى قديم، ليس في مقابلة اللفظ، يعني معنى قديم. ما معنى المعنى من قوله معنى قديم؟ هل هو في مقابلة اللفظ؟ ليس في مقابلة اللفظ، يعني نقول لفظ معنى، لفظ معنى، فإذا هذا المعنى في مقابلة اللفظ. لم يريدوا حينما قالوا أن كلام الله معنى قديم، هذا لم يريدوا حتى يراد به مدلول اللفظ ومفهومه. لو أرادوا المعنى في مقابلة اللفظ يكون مراد المعنى مدلول اللفظ ومفهومه، بل في مقابلة العين، يعني المعنى يقابل بمقابلة العين، عين معنى، عين معنى هكذا، والمراد به. فإذا ما هو المراد بالمعنى الذي يكون بمقابلة العين؟ يعني ما لا يقوم بذاته، العين ما يقوم بذاته، المعنى ما لا يقوم بذاته، كما يقال الأرض والجوهر. نعم، كسائر الصفات، سائر الصفات أيضا هكذا، الصفة لا تقوم بذاته بل تقوم في موصوفه هكذا. ومرادهم أن القرآن اسم لللفظ والمعنى شامل لهما، شامل لهما يعني سبق أن بينا معنى ذلك، للاسم والمعنى جميعا معناه للنظم من حيث الدلالة على المعنى. هذا اسم لللفظ والمعنى جميعا معناه اسم لللفظ من حيث الدلالة على المعنى. ثم وهو قديم، يعني القرآن قديم، لا كما زعمت الحنابلة. هنا يعني زعم الحنابلة من قدم النظم المؤلف المرتب الأجزائي، فإنه بديهي الاستحالة للقطع بأنه لا يمكن أن نطق بالسين من بسم الله إلا بعد التلفظ بالباء. هذا ليس مراد المشايخ، هم قالوا يعني هذا النظم، يعني الحنابلة قالوا النظم المؤلف قديم، أما المشايخ ما قالوا هذا النظم المؤلف قديم، بل القرآن قديم، يعني هو في الحقيقة معنى قديم. وهذا المعنى أرادوا به الصفة القائمة بذاته تعالى، المعنى في مقابلة العين. ليس معنى قول المشايخ ما زعمت الحنابلة بل بمعنى، ثم ماذا معناه مراده؟ بل بمعنى أن اللفظ القائم بالنفس، يعني القائم بذات الله تعالى، ليس مرتب الأجزاء في نفسه كالقائم بنفس الحافظ، يعني أجزاء غير مرتبة، هذا ترتيب يأتي في اللفظ، في النطق أو في الكتابة هكذا أو في السماع. ثم القائم بنفس الحافظ، بذهن الحافظ، ليست أجزاؤه مرتبة، يعني لا يكون مثل الكتابة على الأوراق، لو كتب على الأوراق يكون حرف ثم حرف ثم حرف ثم كذلك كلمة ثم كلمة ثم كلمة جملة ثم كلمة جملة هكذا ترتيب. هل يكون المحفوظ في أذهاننا، يعني حفظنا معاني كثيرة، كذلك علوم كثيرة، هل هذه العلوم والمعاني في أذهاننا مرتبة هكذا حرف بعد حرف؟ ليس كذلك، بل هناك يعني
اجتماع اجزاء هذه المعاني والعلوم، كذلك في نفس الحافظ وذهنه اجتماع اجزاء بدون ترتيب من غير ترتب ترتيب الاجزاء، ثم وتقدم البعض على البعض. والترتب انما يحصل في التلفظ والقراءه، لماذا؟ لعدم مساعده الاله. الفرق هذا، الاله لا تساعد ان لاجتماع اجزاء الكلام واللفظ والنطق هكذا، اما الذهن ليس مانعا لاجتماع الاجزاء في وقت واحد بدون ترتيب. نعم، وهذا هو معنى قوله ما المقروء قديم والقراءة حادثة. وأما القائم بذات الله تعالى فلا ترتب فيه، حتى أن من سمع كلامه تعالى سمعه غير مرتب الأجزاء لعدم احتياجه إلى الآلة. من سمع يعني مثلا موسى عليه السلام سمع كلامه القديم على مذهب الإمام الأشعري رحمه الله على رأي الأشعري، فإذا ماذا سمع؟ كيف سمع؟ سمع بدون ترتيب. لماذا؟ لعدم احتياج إلى الآلة. هذا حاصل كلامهم، وهو جيد لمن تعقل لفظا قائما بالنفس غير مؤلف من الحروف المندوقة أو المخيلة المشروط وجود بعضها بعدم البعض، ولا من الأشكال المرتبة الدالة عليه. هذا يعني كلامهم، يعني كلام بعض المحققين، لكن أشاره بعده أشار إلى ضعف فيه. ما هو هذا؟ جواب جيد لمن تعقل لفظا قائما بالنفس غير مؤلف من الحروف المندوقة أو المخيلة. هذا مؤلف مشروط وجود بعضها بعدم بعض، كذلك مؤلف غير مؤلف من الأشكال المرتبة الدالة عليه. لو كان هكذا كلام يعني معقول فهذا كلام جيد، كأن شعره يشير إلى أن هذا غير معقول، شعره كأنه يشير أن هذا غير معقول. هنا ذكر الكستلي رحمه الله هذا مسلم، يعني هذا كلام جيد لمن يعقل هذا الكلام المؤلف بدون ترتيب، لكن لا يضر بالمقصود. هذا كلام يعني مسلم، لكن هل يضر بالمقصود؟ لا يضر بالمقصود. ثم والله أن الشاعر فهم من نفي الترتيب بين الأجزاء نفي الترتيب الوضعي والهيئة التأليفية. ليس كذلك، يعني ما معنى عدم الترتيب؟ هذا هو سبب بينا كستلي بينا في شرح قوله، بل بمعنى أن اللفظ القائم بالنفس ليس مرتب الأجزاء. ما معنى عدم ترتيب الأجزاء في اللفظ القائم بالنفس؟ ليس معناه أنه ليس بين أجزائه ترتب وضعي وهيئة تأليفية، ليس معناه ذاك، بل هناك يوجد يعني ترتب وضعي وهيئة تأليفية. كيف يعني كيف يكون هذا المعنى مرادا؟ والحروف بدونه لا تكون كلمة، يعني بدون الترتب الوضعي لا تكون كلمة، والكلمات بدون الترتب الوضعي لا تكون كلاما. والدلالة على المعاني الوضعية والمزايا الخطابية لا يتم بدونه، يعني بدون هذا الترتب الوضعي، بل معناه ليس هاهنا ترتب في الوجود والتعاقب فيه حتى يكون وجود بعضها مشروطا بانقضاء البعض كما في القراءة، فإننا لا يمكننا أن نتلفظ ببعض الحروف ما لم نفرغ عن بعضها لعدم مساعدة الاتيان للتلفظ بجميع الحروف معا بخلاف وجودها في ذات الباري تعالى، فإن وجود جميعها هناك معا لازم لذاته دائم بدوامه فلا يلزم حدوث شيء منها.
فإذا هذا عدم الترتب معناه عدم الترتب في وجود الأجزاء، لم يرد به عدم الترتب الترتب الوضعي والهيئة التأليفية، هذا مما لا بد منه. فإذا يعني لو رجعنا إلى ما في أذهاننا، يوجد هناك كلام، يوجد هناك يعني حروف، يوجد هناك كلمات، متى تكون كلمة مثلا زيد قائم، هذا موجود في أذهاننا. فإذا عندما يوجد هذا المعنى، الزيد يكون أولا ثم الياء ثم الدال ثم القاف، هكذا زيد قائم، لكن ليس ذاك كوجوده على أوراقنا عند الكتابة، وكذلك ليس مثل تقدم الزاي في نطقنا، هذا هو الوجود اللساني، الوجود يعني في العبارة والكتابة، فهكذا لا يكون، يعني هذا فرق بين الوجودين. لذلك يعني معقول هذا أيام الكلام، هذا جيد لمن تعقل لفظا قائما بالنفس غير مؤلف من الحروف المندوقة أو المخيلة المشروط وجود بعضها بعدم البعض. نعم هكذا كلام مؤلف يعني اجتمعت أجزاؤها في الوجود، هذا معقول. نعم معقول، لأجل ذلك هذا جواب جيد. ثم بعده ونحن ثم ونحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافل إلا كون صور الحروف مخزونة مرتزمة في خياله، بحيث إذا التفت إليها كان كلاما مؤلفا من ألفاظ مخيلة أو نقوش مرتبة، وإذا تلفظ كان كلاما مسموعا. نعم. ثم بعده البحث عن التكوين. إذن المصنف والشارح فرغا من بحوث الكلام صفة لله تعالى، فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.